السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سمك سردين بدون قليل. اكيد هذه الوصفه غتخليكم تعشقوا سمك السردين. خليكم معي. قبل ما ندوزوا الوصفه ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، والا كنتو جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وكذلك ضغطوا على الكل باش هكا يمنا نشارش فيديو دائما يوصلكم الجديد. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش، فانا عندي صفحه على الفيسبوك سميتها شهيوات بلادي، مرحبا بكم، ديروا متابعه وكذلك لايك لاباج باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. في المقادير غنحتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال الطحين ولا الدقيق، يكونوا عامرين مزيان، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم ولا الكركم، شويه ديال الحار، نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. الا ما كنتوش كتوفروا على البودره ديال الثوم، دير واحد الفص ديال الثوم حكوه، نص معلقه صغيره ديال الملح، كاس ديال الخميرات الحلويات من وزن 8 غرام، وكذلك نص معلقه صغيره ديال الزعتر كنحاولوا كينحكوه على بركه الله. وكذلك غنحتاج نص كاس ديال الماء، الماء بارد. بسم الله. وكذلك غنحتاج 4 ديال الحبات ديال البيض، نحاولوا كينطربهم شي شويه. غندمج هاد العناصر بشكل جيد. وهذا هو الخليط، من بعد ما اصبح جاهز غنوريكم ان شاء الله القوام ديالو بملعقه. وهذا هو القوام ديالو، كيكون على شكل، ما كيكونش ثقيل بزاف وكذلك ما كيكونش خفيف بحال شكل. بسم الله على بركه الله. ونحتاج سمك السردين اللي نقيته، كيكون على شكل، من الافضل ديروا داك الحبات اللي كيكونوا صغار متوسطين على الشكل. انا هنايا عندي منقي، يعني كنقيوه كنحيدوا له هاد الشويل ولا هاد الدايل، وكذلك كنحيدوا هاد الرويشات اللي كيكونوا هنايا، وكنحيدوا له داك السنسور اللي كيكون في الظهر. المهم الحبه كنقيوها مزيان. على بركه الله. بالنسبه للتوابل غندفلو شويه ديال الملح، ما نكثروش بزاف لان هاد الخليط غادي يتنار والملح. وكذلك غندير له التوابل، شويه ديال الحار، شويه ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم ولا الكركم، وكذلك شويه ديال البودره ديال الثوم. وبالنسبه للثوم يعني من الافضل ديروا الثوم اللي كتكون طريه، كتجي افضل مع السمك، انا ما كنتوفرش عليها لهذا ضفت البودره. وبنفس الملعقه غنضيف شويه ديال الصوجا، جوج ملاعق صغار. ودابا غندوزو باش نطيبو السمك ديالنا. بسم الله على بركه الله. ونديرو المقله ديالنا سخون. بالنسبه للمقلاه من الافضل ديروا كايشي مقلاه يكون كيميل للسقش. بسم الله على بركه الله. من بعد ما سخن المقلاه غنضيف كي تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، زيت نباتي، كنضيفوش بزاف على بركه الله. هنا عندي شويه ديال الدقيق ولا الفرينه، وكذلك السمك اللي تبلت معكم على بركة الله. غنوضع كيس السمك في الدقيق على شكل، وبالنسبة للسمك ديرو عقية غير من جهة واحدة اللي كتكون من المقلاة. أنا هنايا هادي درت بجوج، يعني فقط هكا باش السمك ما يلصقناش في المقلاة ديالنا، كنديرو له الدقيق. على بركة الله. من بعد ما كنوضع السمكة كاية في المقلاة، هذا هو الخليط اللي حضرت معاكم. بسم الله. بالنسبة لهذا الخليط اللي عندي غنقسمو على ثلاثة لأن المقلاة عندي كبير. على بركة الله. وغنغطي المقلاة وغنخلي الفطيرة حتى طيب. وفي هذه المرحله كتكون عندنا الشعله منخفضه، يعني الشعله ما تكونش مجهده باش هكا الفطيره ديالنا كطيب وما تحرقش. على بركه الله.
وهنايا كنشوفوا على الفطيره ديالنا كما كتلاحظوا معايا فهي ناشفه كتنشف كامله. دابا غنشوفوا واش طابت من الجهه التحتانيه. على بركه الله بالنسبه للفطيره دابا راه تحمرات وكنقلبوها بحال هذا الشكل. وبالنسبه لذاك الدقيق اللي كنديروا للسمك فكاين لك المقله ديالكم كيلصق يعني ما غيلصق لكمش السمك، الافضل ديروا شويه ديال الدقيق واستخدموا كالمقلاه ما يكونش كيلصق بزاف. وفي هذه المرحله ما يحتاجش نرجعوا نغطيوها، فقط نخليوها تحمر من الجهه الثانيه. وبالنسبه للطياب راه دغيا كطيب تقريبا هكا واحد جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه كتكون طايبه على بركه الله. وملي كنقلبوها ما كنغفلوش عليها يعني كنبقاو نراقبوها لان دغيا كتحمر على شكل ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. هنايا يمكن لكم تكتفيوا بهذا اللون ولا تخليوها تزيد تحمر شي شويه يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا الجهه التحتانيه جاتني شويه ما حمراش بزاف غنزيد نحمرها، وانتم يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم كما ذكرت لكم. غير بالنسبه لهاد الفطيره ما كتاخذش بزاف ديال الوقت دغيا كطيب يعني بحال كنقليوها كي الخضر. والشعله كنرجع ناكد عليها خاصها تكون منخفضه لاقصى درجه باش هكا الفطيره ديالكم طيب وكذلك السمك وما تحرقش معكم. ودابا الفطيره ديالنا صبحت جاهزه. دابا غنحيد هاد المقلات على بركه الله كنديروها كي بشي شبيكه بحال شكل. بنفس الطريقه دائما كنديروها كي جوج ديال الملاعق ديال الزيت وكنوضعوها كي السمك ديالنا في الدقيق غير واحد الجهه. على بركه الله وهنايا كما كتلاحظوا معايا بالنسبه لهاد الفطيره فهي انتفخت على هذا الشكل. دابا ان شاء الله غنقلبها وبنفس الطريقه غنستمر فنكمل الحبات اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. على بركه الله وهذه هي الفطيره الاخيره. بالنسبه لهاد الفطيره هذه ما خليتهاش تتحمرت بزاف غنقلبها. وفي هذه المرحله غنطفي الشعله على بركه الله. هنايا غنحتاج شويه ديال الجبن الموتزاريلا غنضيفها كي شي شويه. بالنسبه للكميه كتبقى على حساب الرغبه كثروا ولا قللوا. وغنجيب واحد الفطيره وغنحطها بحال هذا الشكل وكذلك غندير شويه ديال الجبن. بالنسبه لهاد الفطيرات يمكن لكم ديروهم كي بحال اللي درتهم انا ويمكن لكم يعني تقدموهم كل وحده بوحدها يعني كل وحده ديروا لها كي الجبن وتقدموها يعني كيجيو كي بحال بيتزات. وهذه الاخيره وهنايا غندير الكميه اللي بقات لي. وهنايا غندير شويه ديال الحار يعني كيبقى على حسب الرغبه ندير واحد الرشه قليله. بسم الله وغطي الفطائر ديالنا ونخليو الجبن حتى يذوب. لهذا كما لاحظتوا معايا داك الفطيره الاولى خليتها هكا شويه ما محمراش بزاف درناها في الجهه التحتانيه باش هكا الجبن يذوب والفطيره ما تحرقش. المهم دابا غنخليو الموتزاريلا حتى تذوب ونرجع معكم. بسم الله على بركه الله وعلى شعله مهيله كنخليو الموتزاريلا حتى كتذوب. دابا غنطفي عليها الوصفه ديالنا صحه جاهزه. بسم الله على بركه الله وهذه هي الفطيره ديال السمك اللي حضرت معكم اليوم. سهله وسريعه في التحضير يمكن لكم تحضروها حتى لاخر لحظه ما كتاخذش بصراحه بزاف ديال الوقت دغيا كتحضروها. وفي نفس الوقت يعني كتستغناو على الخبز يعني الوصفه جاهزه بكل شيء ديالها على بركه الله. دابا غنشوف الشكل ديالها من الداخل على بركه الله وهذه هي الفطيره ديالنا كما كتلاحظوا معايا على بركه الله. ودابا غنقطع معكم اليد ديالي الحقيقه كتجي طايبه من الشكل والموتزاريلا كتجي معلكه من الداخل.
وهذه احبائي كانت وصفتنا اليوم سمك السردين بواحد الطريقه مختلفه، وحتى المذاق كيجي بنين، كيجي مختلف تماما على السردين اللي كنحضروه دائما. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ولا الفكره ديال اليوم، والا حضرتوها تاكلوها نتوما وليداتكم بالصحه والراحه. دابا ما بقى لي الا نودعكم، اذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ارائكم وكذلك تعاليقكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.